ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هنرسم مع بعض شخصية سبونج بوب، يا رب تكونوا بتحبوها. استنوني هرجع لكم ونرسم مع بعض بالتفاصيل، بس ما تنسوش مش عامل سبسكرايب للقناة يعمل ولايك وشير الفيديو، وسيبوا لي كومنت عن رأيكم في الفيديو بعد ما تخلص. رجعنا تاني نرسم مع بعض. زي ما اتفقنا هنرسم شخصية سبونج بوب بطريقة بسيطة وسهلة زي ما تعودنا. هنعمل شكل بسيط، والاول طبعا بنرسم بالقلم الرصاص بخط خفيف. اللي متابعيني عارفين النظام ده، انا بس بحط الكتلة بتاعت الشكل او الشخصية الاول، واشوف ان هي مناسبة، حجمها مناسب للورقة، وبعد كده ابدأ احط التفاصيل. فبعمل بخط خفيف عشان ما يضايقنيش بعد كده في التظليل او في التلوين. ارسم ورايا خطوة بخطوة، لو مش باين الرصاص انا شوية وهتقل عليه، وكمان في التحبير هيبان اكتر. انا بس هنا عايزة اكبرها شوية. وهنحدد كده مكان عشان نعمل الرجلين بتاعت سبونج بوب. هنبدأ نحط مكان العينين بتاعته، كله بخط خفيف زي ما اتفقنا في درس ازاي نلون صح. اللي ما شافهوش يرجع يشوفه ان احنا بنعمل بخط خفيف خالص عشان ما يحفرش في الورقة ويبان واحنا بنلون بعد كده، ويبقى شكله مش لطيف خالص ورسمتنا تبقى شكلها مش نظيف. هعمل له بقى خدود والمناخيره وبقه، ونكمل كل التفاصيل مع بعض زي ما هتشوفوا كده. ببص بقى على الرسمة بتاعتي، لو هي انا حاساها كده مظبوطة، عايزة اي تعديل، في حاجة مش عجباني، في حاجة مش في مكانها، مزنوقة في الورقة، اطمن ان كله زي الفل وتمام. ابدأ بقى ان انا ايه احبر الرسمة بتاعتي زي ما تعودنا في شخصيات الكرتون. بنجيب القلم الاسود الحبر ونبدأ ان احنا نحبر او نمشي على الخطوط اللي احنا عايزينها. بس
ان في خطوط كتير بتبقى شخبطة. وزي ما بقالي فترة بعمل، مش هجري قوي الفيديو في التحبير عشان يبقى باين بالنسبة لكم. الناس اللي كانت بتقولي ان الرصاص مش باين قوي عندها، يبقى واضح بالنسبة لها كده وتقدر تمشي ورايا خطوة بخطوة. Thank you.
الخطوة اللي كلنا خلاص حفظناها بعد التحبير بنمسح الرصاص عشان ما يضايقناش واحنا بنلون ويعمل لون رمادي احنا مش حابينه. ننضف الرسمة بتاعتنا ونبدأ نلون. هرجع اقول لكم تاني اللي ما شافش درس ازاي نلون صح يشوفوا انا هلون بسرع الفيديو في التلوين، لكن انتوا هترسموا بالراحة على مهلكوا وكله في اتجاه واحد ومنسيبش اي فراغات بيضة ومنخرجش برا الشكل. بكده بقى خلصت الرسمة كلها، يا رب تكون عجبتكم وتكون سهلة بالنسبة لكم، واتمنى ان انتوا ترسموها وتبعتوا لي تطبيقاتكم على الجروب بتاع الفيسبوك، هتلاقوه موجود اللينك بتاعه على القناة او على الانستجرام. وان شاء الله اشوفكم فيديوهات تانية كتير. ما تنسوش بقى قبل ما تمشوا اعملوا سبسكرايب للقناة اللي مش عامل، ولايك وشير للفيديو، وسيبوا لي كومنت عن رأيكم في الفيديو او عن الشخصية اللي حابين نعمل لها فيديو قريب. واشوفكم على خير.